شیر یک کائن دون های جناس داشو اونها های سابتشو شده توقع من هادی؟ ادینویت های ادینویت های ادینویت اندار زین به های ساده که پوستیر یک کائن الادینویت از خطیق گریده زین اعتمادا على البرسنتج مال البوستيريا الكوين اللي مسدودة زين ممكن ان نقول 50% 75% 90% او complete obstruction هذه الادينويد شلون اشيلها؟ اشيلها في الانسترومنت during surgery of adenoidectomy اللي اسميها adenoid curate هذه الادينويد curate هي stainless steel surgical instrument زين استعملها for removal of adenoid tissue from the nasopharyngeal from the nasopharynx lacking adenoid curate. Ce n-ar fost nizau merar? Metoan? Ce fost nizau merar? Nu știu fără ca în laringe o merar? Metoan. Laryngoscopy mirror او laryngeal mirror يا ما اسمينها laryngeal يا ما indirect laryngoscopy mirror هاي نشوف انه الشرط مالتها straight هاي الشرط مالتها violet shape زين او انظر شلون استعملها هذي؟ لازم اول to provide better grip للإنسترومنت راح أزمها بهالشكل زين بين الدومينانت هاند تمام هاي لازم المرر شبيهة شكلها سترايزيشن اند وارمينج ما أسهل انه انا اقول هارس لازم المرر او ادلات اوكي راح اثبتها هذا راح البسها زين وأنا أكون حسب البارد إذا عندي light source وراء المريض على الجهة اليسار وفي left shoulder مو في الوقت أنا أكون حاضرة أن أنا أسوي examination زين شو راح أسوي بهذا النسخة أنت شو راح أثبتها راح أسوي بالبرشة بالتون مال المريض وبعدين سوي سلايدنج للمرار على سلايدنج تمام سلايدنج شنو؟ للمرار على التون صار جوال يجي رش شوي ماشي ماشي سلايدنج ما صار جوال يجي رح أخليه في الشيء إيش راح أشوف posterior posterior end of the nasal septum. شوفوا بالposterior posterior end of the inferior third vein. حتى فاطمة نزلت third vein. laterally behind the inferior third vein. شنو أقدر أشوف؟ هذا الإيمج ما حد راح يطلع لكم إياه لأن difficult بصراحة. زين أنا بس أشوفكم إنه هي فد big chaos راح أشوف. هنا أنا بدي أشرح لكم على الأدينايد هاي posterior pillar أوكي هاي اليوفيلا صاير يعني كأنها light reflection بي صاير عليها هنا التونسل زين وهنا أنا بادي عندي لمحة من الأدينايد تشو during surgery حكينا for tonsil and adenoid راح نستعمل هاي الأبارتس هذه أسميها Boyle Davis mouth gag يعني فاتحة
تفتح فهاي تشوفون زيها هاي الانجلز هنا حتى تشلل بالسنو زين عادة نسوي بروتكشن خليفة بيش اوف جوز زين بينه وبين الاسنان ومتصل بيها هاي تانج بليد بالضبط مثل هاي الهوكس ميتاليك تانج برسة مثل هاي زين تكون مثبتة بهذا يعني هسه هذي على اللسان مال مريم هو هذا اوكي واكو بيه حزوز هنا بحيث اكو مثل قراصة بالضبط اذا تنتبهون هنا هاي الاذر انسترومنت اكو هنا مثل قراصة حتى تلزم بعد يعني من اوصل السارتن ماوث اوبنينج زين اقرصها تثبت على هذا الوضع بالادينويدكتومي انا ما احتاج هذا التعليم هاي التعليقة هذي هاي يسموها درافينات درافين باي بولد زين ما احتاج هجور الادينويدكتومي راح الزم بس هذا الزم هذا البيس مال بويل ديفيس زين اسوي اكستنشن طبعا انا من يبيض دورين تونسلكتومي افرازن فد ساوند باب جوا يكشت اثناتا راس راجع هوا اوكي وخالفة سبورت للهيد راح انزل للسامن هو بالبويل ديفيس وراها اجي امد الكيورات ثرو ذا اورال كافيتي شلون امدها؟ امدها بهالطريقة اللي تشوفون هاي جتي الكيورات وبعدين press it against the posterior pharyngeal wall و I will perform curtage of the nasal pharynx راح يطلع الادينوم تيشو ما يطلع هو از تيشو يعني ما راح يطلع هيجي راح يطلع فرايبل زين فشي كلش soft و فرايبل و يعني most of the time اني استعملو وياها suction اوكي حتى اسحب شكو bleeding يصير راح تنسحب كلها بالسكر يعني ما راح تلاحظون ما راح تلاحظون في التشيو يجي فارم تشيو رأساً راح تصير كأنما يعني ليكويد تتفتت فالجورينج أدينويدكتومي يجي ما نتأكد من وان انتيتي قبل ما أسوي الأدينويدكتومي اللي هي شنو فتشي مهم أشيك قبل ما أسوي الأدينويد سيرجري السوفت باليت السوفت باليت ممتاز إيه على شنو يعني أتنى؟ راح يصير لك ريجريت يعني تشيك شنو فور وات ال كوز السوفت باليت انه كامل ما صار بالباي كده ولا ما كنت تعمل تشيك فور سب ميوكوس كليفت posterior edge of the heart palate. Then for this V-shaped notch. Then if it's موجودة, then I will perform partial adenoidectomy, or I will cancel the adenoid surgery. Okay? لما خلص الأدينويد سيرجري إذا أنا planning إنه أسوي tonsillectomy for the same patient أجي هذا الجرافين عفوا البويل ديفيس أجي أثبته بهاي البايبود هاي يسموها جرافين بايبود زين في جوا أكو في piece of wood أو يعني steel اللي هي بيها depressions زين حتى تشلل بيها والربطة هيك يعني هاي حتى لا تزحلق أوكي إلى هذه البايبود حتى لا يزحلق على السيرفس مال الكاوتش او التيبل زين يخلون لي جوا مثل مصدرة اكو بيها فتحات زين حتى تثبت بيها هاي البايبود وبعد ما تتحرك راح يبقى راس المريض حلقه مفتوحه بهالطريقه during the entire surgery شلون اسوي الترانسلكتومي اكو several methods اكو يا اما by dissection يعني called steel استعمل steel instrument dissection واشيفه ممكن انه نستعمل كوتري ممكن نستعمل ليزر اكو بشي اسمه كوبليشن ميثود هو اكو ميثود فور ترانسلكتومي السيفست البست ريزلت وال فيري رابيد والليست بوست اوبراتيف بين هو يمشي ويا كولد ستيل دايسكشن اوكي هذه شنو؟ انا قصدي اسمه هاي فوليكولر
اللارينكس اخذناه من الفايبر عشان نسوي ريفيجن عليه. هذا الاوبننج كليته شو اسميها؟ فيستيبيول. لا ما قلت الكافيتي. فيستيبيول. لا مو الكافيتي. كاوبننج. اسميها لارنجيال انلت. اوكي لارنجيال انلت. ليش محصور اللارنجيال انلت؟ شنو حدوده؟ انتيريورلي الاكنوتس ولاترالي شنو عندي؟ اري اكنوتك فولز مو؟ زين والاري اكنوتك فولز شنو البوستيريور ليمت مالتها؟ اريتينويد كارتج. زين الكافيتي اللي موجود هنا يجو up to the level of the true vocal cord اللي هي هاي الوايتش باند هذا اسميه فيستيبيول اوف ذا لارينكس. اوكي الكافيتي مو الاوبننج. الاوبننج اسميها لارنجيال انلت. زين يعني كانما اذا اريد اشبه مثلا اذا عندي فد شيشه خلي اقول الفتحه لها اسم والدبث مالتها زين العمق مالتها الكافيتي لها اسم. اوكي فهذه هي الفتحة لارنجيال انلت up to the level of the true vocal cord هو شنو لارنجيال فيستيبيول. غير الكافيتي شنو أنا عندي؟ عندي structures الإبيغلوتس شنو تعتبر؟ supraglottic structure كذلك الفالس vocal cord supraglottic structure تمام؟ كل شيء فوق الليفل مال الترو فوكال كورد أسميه supraglottic. زين وين الليفل مال الترو فوكال كورد شو أسميه؟ إبيغلوتيك. اوكي فاذا هاي سوبرا جلوتيك هنا سوبرا جلوتيك سوبرا جلوتيك سوبرا جلوتيك هاي جلوتيك هي جوا شو اسمها سب جلوتيك هسه هاي كلوزد. زين فما دا اشوف السب جلوتيك اريا هذا هو حدود اللارنكس. This is the area of the larynx. زين اريد اشوف دا اشوف اشياء خارج اللارنكس مو تمام. هذا هنا شنو عندي anterior base of tongue وبين الإبيغلوتس والبيس أوف تانك شنو عندي؟ فاليكيولا مو صح؟ والفاليكيولا والبيس أوف تانك are part of الأوروفارينكس. زين posteriorly ولاترالي شنو عندي؟ مو هذا لارينكس فهذا اللارينجوفارينكس أو الهايبوفارينكس. من شنو متكون اللارينجوفارينكس أو الهايبوفارينكس؟ من two palpiform sinuses و posticricoid area. ريفيجن هذا على السريع. هذه هنا الفوكال كورد مفتوحة مو مثل هنا كانت كلوزد. اوكي هنا الفوكال كورد مفتوحة هاي الوايتش باند هي الترو فوكال كورد هاي البينكش باند هي الفولز فوكال كورد هذه هي الابيجلوتس هذه. اوكي هاي الاريا اللي جوا الترو فوكال كورد سب جلوتيك لاركس هنا هذا شنو؟ سفيرس. هذا بايريفورم ساينس خارج اللارينكس هذا فاركس هذا بايريفورم وهنا هذا سفيرس فاللبس بس بوستيك ريكويد اريا هذا هنا شنو عندي؟ بيس اوف ممتاز. زين هذا ساجيتال سكشن. اوكي هذه شنو؟ هاي الابيجلوتس. زين هذا شنو هذا؟ على كريكويد كارتلج. على كريكويد هارو ماخذين دي سكشن كان بين الانتيريور لامينا اللي هي نارو والبوستيريور لامينا اللي هي لارجر وايدر هذا شنو؟ على ثايرويد كارتلج قاعد فوق الكريكويد المفروض الاريتينويد اللي هو هنا مبين فاللي نازل من الابيجلوتس الاريتينويد هو شنو؟ هذه هي الاري الابيجلوتيك فولد. هذا السبيس اللي موجود هنا للنبل مال الترو فوكال كورد شنو؟ سبيس كافيتي فيستيبيول اوف ذا لارينكس ممتاز. زين البينكش فولد هي شنو؟ فولز فولز فوكال كورد وجواها الوايتش فولد ترو فوكال كورد. تشوفون اكو فد بوكيت لايك اريا اكو فد جيب بيناتهم اذا هيجي صايره هي هاي الفولس فوكال كورد وهاي الترو فوكال كورد اكو بيناتنا زين فد بوكيت لايك اريا اللي هي اسمها لارنجيال فنتركل. اوكي
هذا الأرنجي الفنتركل. من الأرنجي الفنتركل يطلع تدريسس اللي هو السابيو. إحنا هنا ما نشوفه ده نشوف بس الفنتركل. الفنتركل أشوفه بس هيج. بس باي سكشنز. أشوفه ممكن راديولوجيكي كلينيكي باي إنسبكشن باي سكوب ما راح يبين عندي. ماشي؟ احنا فحصنا هسه بس لحد الان ثبتنا بس ما ادري ايريس احنا نريد نحكي على باثولوجي احنا مو كل المرضى راح يجونا نورمال واحده من الامبورتنت باثولوجي هي الفوكال كورد باراليسيس الفوكال كورد باراليسيس يعني معناها شنو؟ روزو سبلاي ما دا يتحرك المفروض يعني لاكو فانكشن يصير عندي فلما يجي خلال الفحص احنا قلنا راح ننزل مثلا بالسكوب و ask the patient to take a breath, to formally say E, مطمئن و protrude the tongue, ممكن pop the cheeks مو صحيح كل هاي المنوبات تسويها فالمطلوب انه خلال الاكزامينيشن اني اشوف الفوكال كورد اتحركت لو لا صح؟ بس اذا جتني static image هيجي شلون راح اقدر اعرف انه هذا vocal cord paralysis بايمج اللي هي stable مدى يتحرك الفوكال كورد شنو هي الفيتشرز هي اول شيء انا دا اشوف هذا الليفل مال الارجينويد مو برولابس كانما انتيريور برولابس صاير بالارجينويد طالع لي قدام فالفوكال كورد شنو يبدو شورتر بعد شنو شارب اند شون شارب اند بالعكس مو شارب لا قصدي رايحه مو شارب راوند هذا النورمال شارب الايدج مالته هذا البي راوندد ليش اللاكس زين يعني احنا اذا ما شمتنك صار عنده شارب ايدج اذا اعرفه اني شيء يصير راوند الايدج مالته اوكي فاذا شورتر يعني باي اكسبيرينس راح تشوفوا حتى ات لور ليفل زين بان لاكس مو تنس فهاي هي الفيتشرز اللي تقول لي انه انا عندي vocal cord palsy دائما بالايمجز زين حتى اقول انه هاي الايمج هذا المريض قاعد ان سوباين بوزيشن ودا افحصه لو متمدد ديورينج سيرجري شو راح اقدر احكم اذا المريض قاعد قبال المواجهني فالانتيريور كومشر مالته هم مواجهني مو صحيح الانتيريور كومشر اللي هي وير ذا تو vocal cords ميت فهذا الانتيريور كومشر مال المريض صاير قبالي المريض هذا ان سوباين بوزيشن قاعد اوكي هذا المريض هذا المريض وين صاير الكومشر مالته؟ أفضل هذا المريض متمدد نايم اوكي هذا ان سوباين بوزيشن مرات هو يقول لكم انه هذه الصوره اندوسكوبيك زين او ديورينج سيرجري مرار زين او فلكسبل سكوب فانتبهوا على هاي الكيوز لانه الفلكسبل سكوب والمرار هو كل البيشنت ان يعني سيتنج بوزيشن مو صحيح ديورينج سيرجري المريض راح يكون ان سوباين بوزيشن فمن اذا المريض سيتنج facing me that this is his left side فهذا left vocal cord فأقول هذا left vocal cord paralysis هذا المريض is in supine position فهذا أيضا left vocal cord okay بس يعني المريض متمدد وين الدكتور هذا؟ صار ازرق شوي okay والان اللي كومشر هذا الكور؟ هذا interior كومشر نجي نفس الفيتشر انتيريور برولابس هذا الاكس هو الارجينويد انتيريور برولابس اوف الارجينويد الفوكال كورد لوكس شورتر زين راوندد اند ليس شارب زين وخلي الاول شلون معكم؟ مو نفس اللون مو نفس اللون هو لانه مو تنس فالريفلكشن مال لايت يصير بغير شكل هذا واحد ستين واحد سوبر يعني شلون قلبت هنا لفت بعدين هنا صارت هنا لفت يعني هسه يعني اذا تتخيلين مثلا انا قاعدة بطرش هذا هو خلينا نقول ال
البوك ريكورد ما شلون صار له هسه يعني شو صار له اوكي فالانتيريور فورمشر في قدام كإيمج اذا انا متمدده الانتيريور فورمشر وين راح اشوفه؟ اوكي واضح؟ زين انا بالحالتين بالنسبه لك نفس الشيء زين بس انا قدامك هذا يا بوكال كورد مالتي بس إذا أتمدد إذا أتمدد السرجن يوقف on the top of the head of the patient يوم رأسي يوقف والمريض متمدد بس هذا نفس الواقع بورج مالتي هو interior commissure was toward you بس أنا ما راح أتمدد بواقع كورد صح من فوق the interior commissure بس تغير البوزيشن مالته مو تمام فراح يفرق انتو بس بالدسكريبشن يعني يفرقني انه انا اقول له this is not to write lower cortex هذا pinkish fold high ear folds والوايتش هي الترو من يصير عندي vocal cord paralysis من كلش بعد يبين هنا أنا مثلا تشوفون الاري epiglottic fold مغطي على الفولس كورد ما مبين زين هنا أنا هذا هو الفولس كورد وهذا الاذر فولس كورد النهاية الساين اللي يسمونه pulling of saliva pulling of saliva إذا تشوفون هاي المنطقة اللي هي anterior epiglottis شو سميها هاي؟ Valicular فهاي الفاليكولا إيش صاير أكو بيها صاير سجل هاي الأريا شو سميها؟ Perforans sinus شنو صاير بيها saliva؟ Normally ما المفروض يكون أكو بيها شيء زين نورمالي رأسا هاي الأرياز يصير بيها empty ويا السوالوين ليش ده تفقد؟ لأنه الفارنكس ما عنده nerve supply زين نفس البيشنت اللي عنده vocal cord paralysis ممكن انه يكون دي نفس الكوز صاير عنده دامج بالسنسر nerve supply زين للأريا مع الباريفورم ساينس ما تحس الباريفورم ساينس انه اكو بيها food material ما راح تعطي إعاز انه يصير السوالوين ولا راح يصير له proper contraction حتى يصير clearing الهاي الماتيريال فراح تبقى كذا أخلي بالي إنه هذا المريض vocal cord palsy بالإضافة للpooling شوية شوية تتجمع المريض ما يحس عليه وين راح تروح؟ aspiration يصير aspiration شنو هي الفيتشرز مال الاسبيريشن؟ شلون أعرف أن هذا المريض بيصير عنده aspiration؟ كل اللي من الهيستوري راح أعرف عادة المريض راح يكون عنده هيستوري مال CVA يعني شنو هو النور دامج اللي يسوي لي سنسوري وموتر كومبايند يوجوالي هي فوق براين انسلت زين اللي يسوي لي بوتر ريكارنت وسوبيريور لارنجيال نيرف اثنيناتهم تضرب الفيجاس ككل زين فهيستوري مال سي في اي زين راح اشوف المريض يقولون هذا اهله ديورينج تيكينج ميل راح يصير عنده شنو هو شي تشوكينج يغص زين ما راح يقدر يبلع بروبرلي وراح يجي عنده باوت مال كف ليش لأن تراي حتى يطلع هذا الاسبريتد ماتيريال زين وإذا تكررت هاي يعني فريكونتلي لو المريض صار بدردن راح نشوف يصير عنده تشست انفكشن ريكرنت تشست انفكشن يصير نيمونيا ورا فترة يرجع يصير مارتلو يطول تريتمنت يعني ماكو أسبوع 10 أيام وراح يرجع يوقع بأنذر تشست انفكشن فهاي فيتشرز مال ريبيتد aspiration نجي على الليجنز اللي أشوفها بالفوكال كورد الفوكال كورد تذكرون إن المحاضرة حكينا عليه إنه قسمنا إلى أخماس مو ثلاث أخماس اللي هي membranous مو اللي هي بين الانتيريور كوميشر إلى بداية الأريجينويد كارتلج وجزء اللي هو جزء الكارتلجينس بورشن اللي هو يشكله الفوكال بروسيس او ذا ريتينويد كارتليج زين فالفوكال كورد ليجن هم على هالاساس راح نقسمها الى ممبرينوس فوكال كورد ليجنز و بوستيريور او كارتليجنس ليجنز الانتيريور هن كلاهما راح ناخذ الفوكال موديول ناخذ الفوكال بوليب وناخذ الهنكيز اديما اوكي قولي وين الصير؟ الصير بالانتيريور بارت من الفوكال كورد. الفوكال
نوجه البوكال بولب اثنيناتهم يصيرون جونكشن مال الانتيريور وان ثيرد ولا بوستيريور تو ثيرد مال الممبرانس كورد. اوكي اثنيناتهم بالممبرانس بارت مال البوكال كورد. اذا اقسم هذا الممبرانس بارت الى انتيريور وان ثيرد وبوستيريور تو ثيرد فهو الجونكشن مالتهم هاي هي في حين والبولب كذلك بنفس المكان جونكشن مال انتيريور وان ثيرد وبوستيريور تو ثيرد. شنو الفرق اذا بين النودول والبولب؟ يوجوال النودول تجي باي لاترال يوجوال البولب يجي يوني لاترال. ماشي النودول هي فايبرس تيشيو اوكي جايه من اللايرز مال اللامنا بروبر جايه من الميدل لاير مال الفوكال كورد زين مو سب ابثيليال لاير. اللامنا بروبر مال الفوكال كورد ليها 3 بارتس سوبرفيشال وميدل وديب. النودول الاوريجن مالتها هو الفايبرس اليمنتس زين. البوليب شنو هو؟ البوليب هو لوكلايزد اديما فوين تصير بالسوبرفيشال بارت مال الفوكال كورد لوكلايزد اديما. اثنيناتهم نفس الـ precipitating factor irritation للارس مثلا واحد يصيح طفل او مرة صيح على اولاده سريد بندرس ويبارعهم اليومين اللي يضطرون انهم يصيحون حتى يروجون بضاعتهم. شلون يجي المريض الكلينيك يشكي من يشكي من هورسنس زين صوته صاير هورس البوكال بولب هذا شكلها تشوفون يوجوالي من الاخر ممكن تجي باي لاترال بس احنا نقول يوجوالي كلام مبين لانه هاي فايبرس زين وهاي مبينه انه هي هاي كانها فلويد فيتشر البولب ممكن يكون هيموراجي كمان ممكن تشوفوه احمر دم كأنه فد انجيوما فد بلادي تيومر. نجي على الرينكيز إديما يفتر يدريد إلى التقسيم التقسيم هسه بس أشرح الرينكيز إديما ونرجع للتقسيم. الرينكيز إديما تشبه الفوكال بولب زين بس تكون مور جنراليزد افكتينج ذا انتاير تنس كورد وبايلاترالي. الفوكال بولب ممكن انه يونيلاترال زين و at the junction of the anterior one third to posterior two thirds. Rinke's edema affecting the entire length of the membranous vocal cord. هاي اللي تشوفوها مو مضاقي هذا الوايتش باند الفوكال كورد صارت كليتها اللي تشوفوها صارت اشبه ما تكون بالفولس كورد صارت اكثر فليشي كانما. ليش؟ لانه بوليبويد زين. هذه كذلك اكو بيها ديجريز اعتمادا على ايش قد هذه الإديمة صايرة زين ما يوم دو مودرات وسبير ممكن انه توصل انه السدنة مثل ما تشوفون هاي صايرة هارت شيب تاتشين زين تقريبا صار بطي كريم بطي بس البوستيريا ايروي. نرجع اذا هاي الممبرنس بوكال كورد ليجن هم ثلاثة النوديول والبولب والرنكيز إديمة. الرنكيز إديمة مميزة bilateral with the entire length of the membranous cord. يبقى منو عندنا؟ يبقى عندنا البوليب والنوديول. البوليب ايش بيه؟ يونيلاترال والنوديول bilateral زين الاثنيناتهم بنفس البوزيشن الى النوديول والى البوليب اللي هو وين؟ junction of the anterior one third الى posterior two third of the membranous vocal cord. واضح؟ كليتهم يجون with hoarseness. ليش؟ لأنه أني البني الممبرانس فوكال كورد هما الانسترومنت مالتي زين؟ يعني أني إذا أني آلة موسيقية فالأوتار هي شنو؟ هي الفوكال كورد. إذا هذا الوتر ما بقى شارب زين؟ well tuned زين؟ إذا يعني صار أكو بي شعور صار بي بشي هذا رأسا الصوت راح يختلف يصير هورسنس زين. نجي على الاذر ليجن ها النوديول ايضا عندها غير اسماء يسموها سكريمر نوديول سينجر نوديول اعتمادا على البوبيوليشن اللي زين تجي مثلا الاطفال اللي يصيحون او النساء اللي يصيحون يسموها سكريمر نوديول
احيانا المغنيين يجون زين صوتهم يعني احنا مو مغنيين اكثر شيء يجون دول اللي يقرؤون زين الرواديد زين الملايات زين احنا ما عندنا سينجرز ملاية نوديو زين حتى تتقبلكم الرنكيز قديمة عادة نشوفون usually smoker زين هذول الوياها ممكن انهم يشتغلوا ستريت بندر مثلا او باسم الكربلائي زين نجي على ال posterior vocal cord lesions زين انه هم cartilaginous part of the vocal cord مو تمام تشوفون هاي شنو ممكن نطلع؟ تطلع جرانيولوما مو نوديول تطلع جرانيولوما اي مش والله من يصير اني اي انسلت يصير للكارتج راسا الميوكوزا فوقه تصير ابدوليت يصير بيها جرانيوليشن تشي وكلش صعب يصير بالهيلينج فش تسوي؟ سوي جرانيولوما ممكن يونيلاترال ممكن تجي بايلاترال ايش تتوقعون الكومنست كوز مال تروما هنا؟ انتوبيشن ممتاز انتوبيشن اندوتريكيال تيوب هو المربع اللي تسوي سيزاريان سكشن اللي يسوي ثايرويدكتومي اي عمليه بالدنيا هي تستوجب انه اني انطي تخدير واخلي تيوب مو صحيح؟ من يصير عندي دامج للكارتوجينس بورشن او للفوكال كورد زين ممكن يصير عندي فوكال جرانيولوما زين ممكن انه ايضا هاي الجرانيوليشن تشيو الجرانيولوما يصير بيها ألسر زين يسموها كونتراكت ألسر ماشي هذني الليجنز مال بوستيريور كور ممكن تأثر على الايروي مو فويس تأثر على الايروي الباليفرال شلون؟ الباليفرال العادي يعني الباليفرال حتى إذا نيلاترال ممكن إنه المريض يجينا with feeling of something in the throat يش على المريض discomfort يقول إنه أكو دا أحس بـ foreign substance موجودة هاي ممكن السيمتمز اللي بيجي بيها نجي على other lesions مثل ما شفنا بالـ oral cavity leukoplasia ممكن بالـ larynx يجي leukoplasia على الـ two على الـ false vocal cord بالـ supraglottic larynx زين بأي مكان وهي يراد لها مونيتورينج ادفايس للمريض انه تو ستوب سموكينج اذا عنده غاسترو اسوفيجيال ريفلوكس نعطيه بروتون بومب انهبيتر تمام نعطيه لايف ستايل موديفيكيشن ادفايس حتى يقطع الاكل ينام على معده فاره يتجنب الريتيتنج فود ونتابعها اذا ما تجاوبت خلال فتره اسبوعين ارجع اسوي ري اكزامينيشن أدز المريض for microlaryngeal surgery حتى أخذ من عندنا سامبل أتأكد إنه ما بيها invasive cancer أوكي أشيل الليجن وأدز for histopathology الليجن اللي بصفه هو بنام هاي laryngeal papilloma usually caused by infection by virus اللي هو human papilloma virus ممكن يجي congenital ممكن يجيني يعني transmission from the birth canal of the mother زين يعني sexual transmitted disease وممكن انه يجي يعني at adulthood المهم انه الكوز مالته human papilloma virus اكو من عنده two types من ناحية البرزنتيشن اكو adult form واكو juvenile juvenile يعني مال اطفال adult form اللي هو يصير بالكبار الجوبينال يصير more severe more disseminated يعني ما يكون بمكان واحد يأثر على true false subglottic larynx زين ممكن انه يسوي لي يعني respiratory obstruction هذا مهم بالادلت يكون more benign اقدر اشيله مهم انه اني احمي نفسي خلال السيرجري بهذا المريض لأنه إذا استعملت مثلاً ليزر أو كوتري أو حتى دبرايدر زين أكو فد إنسترومنت اسمه مايكرو دبرايدر اللي هي مثل التثرم كرامة زين فيها سحب سكشن وياها تجي تأخذ التشيو زين هذا إذا صار سبريد زين ممكن إنه آني أتأثر السيرجن ممكن إنه يأخذ الإنفكشن إذا استنشق الفيبر
then while after laser management of the cortex in the area, ممكن انهم زين يصير بالسيرجن انفكشن. اللارنجيال كانسر اللي هو المالجننت زين موست كومنلي هو سكويموس وكارسينوما. اكو اذر تايبس زين اكو اذر ايبيثيليال مثل ادينو كارسينوما اسميك سيل تيومر كل شيء هواية اكو زين واكو النان ايبيثيليال مثلا الساركوما. اوكي فهاي بيكتشر اوف سكويموس وكارسينوما افكتنج وات فوكال كورد هذا هو ترو بس يا جهه هذا مريض نايم during surgery. هذا تيوب. اوكي. زين. فهذا affecting the electrical cord and the anterior شوف ألسرة الماس. نحاول شوية ندرب على الديسكربشن. دكتور هاي بالبوستر كارتيجين ريبورت؟ شلون؟ لا هذا anterior near the anterior commissure. هذا الانتيرير كومبيشن ماشي هذا اكو اذر ليجن هذا انيا مجبور لفت ممتاز زين هذا انذر يعني بكتر اوف سكويموس وكارسينوما ترى ستاندينج بلوسيت ستاندينج بلوسيت سيتنج يعني هنا هذه انذر ايمج زين اللي هي one form of squamous cell carcinoma اللي يسموها بالروكس كارسينوما هاي هاي most خلينا نقول the least invasive of the squamous cell carcinoma of the larynx صح شكلها كبير هيجي بس هي بس يعني تصير exotic not invasive اوكي وما يصير ليها لمحوط سترايت exophytic يعني ماس واضحة يعني fungating اوكي اكسل endophytic يعني مثلا ulcerative cancer يسوي ulcer بالأري يسمو endophytic زين fungating اللي يبرز كماس هيجي واضحة يسمو exophytic هاي lesions نشوفها زين باللارنكس هاي congenital هاي infection حقيقة مو congenital وإنما developmental وهاي infection developmental هي laryngomalacia فlaryngomalacia هذا شلون يصير عندنا نيكل جوندس مثلا يعني maturation مال التشيو بعده مو complete maturation مال اللارينكس بعده مو complete maturation مال cartilage soft tissue muscle فشي يصير collapse اوكي الابيجلوت تست تشوفوها هنا صايره ايلونجيتد وكل ما استعملنا البسيج صارت تيوب لايك اوكي هاي يسموها اوميجا ساين او اوميجا ابيجلوت تست ليش هيجي يعني اتبع من هنا البيس مال الابيجلوت تست وبعدين دي فوق بعدين هي جوا تشبه الاوميجا ساين زين اوميجا شيب ابيجلوت تست لونج تيوبيلر ابيجلوتس اوميجا شيب وياها راح اشوف ريدندنت ميوكوزا اوفر ذا ارتينويد شورت اري ابيجلوتيك فولد هاي هي الفيتشرز مال اللارينجوميليشيا شنو الناتشرال هيستوري مال الديزيز؟ سترايدر يجي المريض سترايدر صح زين المريض هذا عادة طفل مو حديث الولادة مو أول ما جابت أمة يجي في أسبوعين ثلاث أسابيع إلى شهر ممكن خلال إلى ثلاث أربع أشهر زين راح يبدي يصير difficulty with feeding يصير عند strider ممكن يصير عند blue spells cyanosis during feeding كل ما يكبر الطفل يزيد هذا strider ليش تصير هاي الأمور لأنه هو هذا larynx زين قلنا عليه يعني يصير بي كولابس مو يصير بي كولابس كل ما تزيد الاكتيفيتي مال الطفل زين ايش تتوقع الواحد ويا النفس زين اللارنكس هو الانتري مال التراكيا ويا النفس شي يصير دايليشن يصير اندروينج مال هذا التشيو كليته
يعني بالضبط يعني واحد مثل مثلاً السكشن باكيوم يعني مثلاً مثلاً سكر كهربائية أو بالشي وإجا مثلاً يمها في السوفت تيشيو مو راح يصير بالداخل مو ينسحب لأن هاي نفس الفكرة وإذا انسحب التيشيو للداخل إيش راح يصير يسد الأيوي تمام فهذا نفس الشيء ليش بتزيد ويا الوقت لأن الطفل الأكتيفيتي مالته بتزيد ويا الوقت يعني الطفل اللي متمدد بعده استوى جاي حديث الولادة راح يكون تعبان نبي حيل حتى رضاعته قليلة من يكبر النيد مال الفيدينج راح يزيد صح؟ انتم ماخذين بالكارديو مثلا مش وقت دول اهل كونجنتال هارد ديزيز بصير عندهم ديفيكولتيز مش وقت يصيرون ساينوسيس وهي الفيدينج الفيدينج هي الاكتيفيتي الوحيده للطفل اللي بعده ما يتحرك لا يزحف لا يتحرك لا ينقلب زين فويا الفيدينج هذا الاكسرسايز مالته يتعب الطفل احنا ويا التعب مالتنا صار تكبني نفس الشيء هذا صار تكبني صار اندراوينج مال الميوكوزا هاي انسايد ذا اير واي ينسد الاير واي يصير عنده سترايدر ويصير عنده ساينوسيس ليش ده يزيد ويا الوقت يعني اكتيفيتي الطفل يزيد ويا الوقت فمن يوصل للعمر اللي يزحف بيه الطفل راح يكون الوقت كليته تقريبا ملاحظة راح تلاحظها الأم إنه هذه الكونديشن تصير بتر on prom position من تخلي الطفل على بطنه شوية تخف الوضعية ليش هيجي ده يصير؟ الجرافيتي تسحب الجرافيتي راح تسحب الفلوتس والتونج انتيريوري أوكي فبارشل تفتح لي الإيروي من أشوف أني أجي أفحص الطفل راح أجي هاي البكتشر اللي هي elongated on the shape of the glottis shortened area epiglottic fold و redundant myocosa جهة راح أقول إنه هاي picture of laryngomalacia من أوصل لهذا التشخيص أطمئن الأهل إنه هذه developmental condition that will resolve by itself يعني by the time the child reaches his second year his or her second year زين من يوصل الطفل قرابة السنتين هاي أصلا راح تتعدل من كيفها ربما تبقى أوميجا شيء بيجلوتس بس راح يصير the framework rigid enough to maintain the airway patent ماشي خلال سنتين إذا ما صارت يعني إذا المريض مثلا صار في upper respiratory tract infection severe زين صار swelling إديمة ممكن إنه هذا المريض يحتاج intubation أو يحتاج tracheostomy مو معناها إنه يحتاج شيء راح نقول لهم خلوا عينكم عليه يعني close monitoring modification the feeding position أعطي small meal ما أبقى أعطيه إياه يعني مستمر زين أراعي إنه هو لا يتعب خلال الفيدينج زين وانتظر إلى أن يكبر أتابع إذا صار يعني upper respiratory tract infection نشجع الأهل إنه رأسا يراجعون رأسا يأخذون علاج حتى لا يصير airway obstruction الإيمج اللي بصفها هي مالتبيجلوتس بسرعة نجي نشرح عليها بالنظري توايا اللي هي infection مالتبيجلوتس عادة يصير بسبب الهيموفيلس انفلونزي شوية أقل هسا لأن الفاكسينيشن مالت ناس كاجوال involving vaccine against هيموفيلس انفلونزي هذه مشكلتها إنه رأسا يصير بيها progression طفل يجي أول شيء صار throat fever زين in no time راح تصير كلش swollen epiglottis تسدي الايروي فيبدي عندي سترايدر الطفل حتى ويا السترايدر ما راح نشوفه انشس ليش؟ لانه بده يعرف روحه انه اي حركه جهد اضافي يصير اندروينج مال التشيو زين ويصير اوبستراكشن فتشوفون الطفل هادئ صح طفل صغير بس ما يبكي راح تشوفوه هادئ وقاعد in a position نسميه tripod position يعني إذا هو واقف أو واقف tripod فاتح رجليه leaning forward لازم بإيده التable أو الفراش وفاتح حلقه usually drawing of saliva from the mouth زين وتحسون child apprehended زين خايف فاتح عينه واقف الوقفه لا يبكي لا يحشي أنا صار عندي شك ليش بيقولوا لي أنت بلاعين متوجعة؟ من بلاعين متوجعة أول شيء واحد يخطر بالبال إنه أجيب تام دكرسر وأفحص المريض. بس أنا مدام خال لبالي ممكن يكون إبيلوتايتس أبدا ما أجيب التام دكرسر.
ما أطخ المريض أصلاً. حتى المريض ممكن يخاف من الأطباء أبقية مأهلة. زين أقول لهم إنه هذا عندي suspicion مال epidural cystitis. هذا يحتاج له rapid examination under anesthesia. أنا ما أفحص بيدي. أي طخة للطفل كان precipitate laryngospasm. ينسد اللاركس، ينسد الأيروي، يموت الطفل. راح أسوي له ممكن confirmation قبل ما أدخل العمليات أروح أطلب له chest X-ray. جستونيك دي بوزيشن اخذها اخذها لاترال. ايش راح اشوف؟ راح اشوف الشادو مال الابيلورتس. هاي الابيلورتس اوكي ضغط على الايروي سميها ثمب برنت ساين. اوكي خليت لكم صورة الاولى مثل ما عندي بالمحاضرة ان شاء الله اشوف. بعد ذا اكس راي راح تطلع لي ثمب برنت ساين. ادخل المريض للعمليات. زين أوصل إلى استاتستي حضر إندوتريكيال تيوب. من مجرد ما ينضي يعني تخدير خفيف أنا راح أحاول الأنستاتست يدخل بالتيوب. دخل الأنستاتست إذا أنا شفت أنه فعلا هي هاي فيتشر مال أكيوت إبيكلوتايتس خلاص أبطل التيوب إن بليس. راح يبقى المريض على إندوتريكيال تيوب وأصعد للآر سي يبقى إلى حد الريزوليوشن مال الإيدينا. أنضي antibiotic treatment اللي هي third generation cephalosporin. أنضي قضية ستيرويد وانتظر الإديمة تروح. من تروح الإديمة أشيل التيوب. إذا الأنستيتس مدبر يخلي التيوب شو أسوي؟ تركستون. أسوي تركستون على واحدة من الإنديكيشنز من التركستون. واحدة من الكونجينتال أفيرانس ما راح نجيب لكم إياها لأن شوية بعيدة عليكم. هي هاي سبيلوتيك ويب. ممكن تكون هاي جوا التروبوكا كورد. المفروض هذا المكان كله مفتوح. تشوفون هاي صاير ويبينج مال الميوكوزا صاير ممبرين هنا. هذه ممكن تكون كونجنتال ممكن تكون اكوير بيكوز اوف التروما. هاي شفناها هاي الايمج. سالزري جلاند زين هاي الباروتيد بايلاترال سوالنج الجيها بالبايرو انفكشن مثل الماس. Unilateral عادةً معناها tumor أو infection because of obstruction of the canal. فايدة تشوفوا ماكو بيها feature of surrounding inflammation. Normal color skin. Enlargement وين موجودة هاي near the angle of the mandible. زين وهذا مكان التيل of the parotid gland. هذه another picture of parotid gland tumor. بس بتشوفون إنه surrounding area skin erythematous. أكو فيها change in color. هاي benign tumor. This is malignant tumor. شلون أقدر أفرق بين البناين والمالignant؟ بناء على other features اللي هي right مال growth مال tumor يعني بطيء أو سريع. زين إذا صار عندي pain بالجلاند هاي تمشي أكثر لي أنه malignant. إذا صار عندي tethering بالسكن شلبت وللunderlying structure. وإذا صار عندي facial nerve palsy facial nerve يمشي بالsubstance مال parotid. facial nerve عند الـ course كلش معقد يطلع intracranial يروح بعدين يمشي بالإير زين أخذته يمكن بالمحاضرة وبالإير يمشي لابرنتاين وعنده ميدل إير تين كورس وينزل بالماستويد وبعدين يطلع أثنانه من الستايلوماستويد فورامن بس بعدين وين يدخل بالسبستانس مال باروتيد جلاند قبل ما يتوزع بالفيس. فالفيشال نيرف بالسي وحدة من الفيتشر مال مالجنت تيومرز. الكومنست بيناين تيومر مال الباروتيد هو فليومورفيك أدينوما اسمه فليومورفيك أدينوما. بالنك ممكن يلقي باثولوجيز كونجنتال ليجنز ممكن أشوف. تعرفون هاي السنترال شنو؟ ثايرو جلوسال دوكت سيست سنترال عادة نجيها في ديارتك أو ليتر يوميدي أدالت فولي ممكن أنها تطلع. زين هو أكو فالتاست مميز لها
اخلي المريض يفتح الباب اللور جو اوبن ما يتحرك، وبعدين يسوي بروتروجن اند ويذدرول اوف ذا تانك، زين يطلع الانسان يرجع يدخله، راح نشوف انه هاي راح تتحرك، هي تتحرك ويا السوالون بس تتحرك اكثر ويا البروتروجن اوف ذا تانك. فذني الصور اللي على الجوانب هي صور مال برانكيال ارش انوميليز، تذكرون البرانكيال ارشز اللي تنفتح على رينكس بالامبريولوجي. البرانكيال ارشز انه هي فكره مالتها انه امبريولوجيكلي احنا نشبه السنج في مرحله انه يعني عندنا مثل الغلاصم على الجوانب. اوكي، التشيو مالتنا مال النيك والهيد يكون عباره عن تشيو وبيناته فتحات، وشويه شويه تنسد هاي الفتحات. هاي الفتحه واحده من عندها اذا ما انسدت زين، إذا بقت continuous فتحة لي برا وفتحة لي جوا راح تعطيني فيستري. إذا بقت مفتوحة لي برا زين وأكو في small tract inside صارت sinus. إذا انسدت الفتحة الداخلية والفتحة الخارجية وبقت في لاغ remnant in between راح يعطيني cyst. أوكي، فهاي البرانكيال arch anomalies. هذا هو شكل البرانكيال cyst، يكون عادة بالأفر نك anterior to sternocleidomastoid. ممكن أشوفه بالأدلت عادة يعني adulthood أو middle adulthood. يزيد ويكبر بالحجم ويا الأفر respiratory tract infection زين، وبعدين ويا التريتمنت شوية يرجع يصغر. هذه شكل الفستولة أشوفها باللور part of neck هم من anterior to sternocleidomastoid muscle. فيستولا من ساينس أنا ما راح أعرف، أنا إذا أشوف فتحة وديسشارجينج بالنك شلون أقدر أميز؟ تي كونتراست وأسوي أمبلي كونتراست. أوكي، من أمبلي كونتراست أدفع الكونتراست، إذا وصلت الكونتراست هاي بالفارنكس أوكي فمعناها هاي شنو؟ فيستولا. إذا ما وصلت وبقت بلايند تراكت فهاي ساينس. أوقات يجون يعني certain subjects يجون complaining from يعني compressible swelling بالنك زين، اللي هو يزيد ويا الفالسالفا منوفر ويا blowing زين instrument. يعني مثلا واحد اللي هو عازف بوق مثلا زين، آلة نفخية من دول الglass blowers زين اللي حرفتهم تصنيع وتشكيل الزجاج، هذولا ممكن انه يصير فيهم. تشوفون انه هذه هاي لها علاقة باللارنجيال فنتركل، هذا السبيس اللي هو صاير بين الفولس والترو فوكال كورد زين، هسه هذه هي الفولس فوكال كورد، هذا سكشن جاي ويا الفولس فوكال كورد، وهذا اللارنجيال فنتركل مليان اير وطالع حتى لي برا، صاير اكستنشن مال الاير دايليتيشن بالاريا اوف لارنجيال فنتركل وطالع لي برا، هذا شكل مثل راح اشوفها compressible. الصوت مال المريض ممكن انه يتردد بي صوت المريض فيصير عنده diplophonia زين، يصير عنده يعني كأنه صوته دبل اوكي diplophonia يصير. important بالlaryngocele شنو انه هو mostly هو benign بس مرات can be caused by malignancy بالarea of laryngeal ventricle. فأي مريض يجينا بالارنجوسيد نخلي بالي انه هذا mostly benign بس اروح اشيك ادخل المريض عمليات وافحص الاريا اوف لارنجيال فنتركل حتى اتاكد انه ماكو كانسر بهاي الاريا. راح نحكي عن الثايرويد بالتاكيد سيتي تشانجينج ذا ليك يعني هون بس سيتي هو اللي كراسيت كونفنشنال بي يعني يعني رايت بليت الصورة دي بصر عضلت هي مو نفس البيشن كانت الفكرة بيها الشكل ما يصير كثيرا سجلوا بكيوت مهم نوقف انتو اسبوع الجاي هم عدكم سيشنات للأربعة لقانا شوية تركز اقروا على الهيستري اوكي انتو الباور بانت يمكن صح؟
طفره على الستريم.